شاب رائع عمر عمار أسس إحدى الشركات التكنولوجية. لو كنت جيت قلت لواحد زي زمان وأنا في الجامعة في النصف الأول من التسعينيات إن إحنا أنا ولا حد من زمايلي هنعمل شركة تكنولوجيا، هنقعد نضحك. تكنولوجيا فين يا عم؟ هو أصلا في بنية أساسية تسمح؟ هو في مناخ يسمح؟ هو في مناخ استثماري يسمح؟ هو أنت فاكر نفسك ابن مين؟ ولو هي البلد جاهزة، أنت فاكر نفسك في أمريكا بقى وسيليكون فالي وهنعمل مش عارف إيه؟ عدت الدنيا، يعني الكلام ده عدى عليه ما يزيد على 25 سنة، داخلين على 30 سنة من وقت ما أنا كنت في الجامعة. وأصبح في عندي شبان زي عمر بيأسسوا شركة تكنولوجيا. عمر عمارة معانا على التليفون، ازيك يا عمر؟ أهلا بيك، ازي حضرتك؟ عامل إيه؟ إيه أحوالك؟ الحمد لله كله تمام. هسألك أسئلة بديهية بسيطة، عندك كام سنة؟ عندي 26 سنة. يا بختك، ربنا يديك الصحة والعمر اهو. ادفع عمري كله وارجع عندي 26 سنة تاني. اتخرجت من ايه يا عمر؟ اتخرجت علوم تكنولوجيا في جامعة في انجلترا. كويس قوي خالص. فانت اتخرجت من جامعة في انجلترا وجيت مصر عاوز تأسس شركة تكنولوجيا هنا؟ بالظبط، انا اشتغلت سنة هناك في بنك في انجلترا. وبعد كده انا وفرح اختي كنا شايفين فرصة في الزراعة كبيرة قوي هنا. حلو. كنا عايزين نرجع بقى ونطبق التكنولوجيا في مجال الزراعه في مصر. جميل. وبعدين خدنا الخطوه دي ورجعنا وابتدينا شغلنا. طبعا ما كانش سهل من الاول، وطبعا زي ما حضرتك قلت، يعني انت لما تيجي تفكر في تكنولوجيا بيبقى في حته تانية طبعا بره ان انت تفكر فيها، ولكن فعلا انت شفت حجم السوق هنا وحجم مجال زي الزراعه بالذات في مصر، فحسيت ان انت ممكن تعمل حاجه كبيره قوي هنا وتفيد حياه الناس يعني. عظيم. وبعدين لما خدت القرار قول لي، احكي لي يا عمر الحدوته. احكي لك. قول. رجعنا هنا ابتدينا الشركه، طبعا دورنا على مستثمرين، ابتدينا نشوف اصلا الفكره نفسها هتبقى شغاله ازاي، فجربنا كذا حاجه، جربنا نروح للمزارعين ونبيع على طول لمطاعم ونبيع لفنادق ونبيع لكذا، اخذتنا كذا يعني كذا كذا تجربه عشان نلاقي بالظبط اللي يشتغل معانا. ده كان من 2019، بقى لنا دلوقتي حوالي 3 سنين شغالين في الموضوع ده. وصلنا يعني عدد كبير من المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدارس. بنشتري من المزارع دي على طول، وبنساعد المزارعين ان هم يزودوا دخلهم بحوالي 20%. ليه بنزوده بحوالي 20%؟ عشان بنحاول نقلل الاهدار الفاكهه والخضار اللي ما بين المزارع نفسه وما بين الشركه. فكل ما قللنا الاهدار ده وكل ما قللنا الناس اللي بتمسك المنتج ده، كل ما عرفنا نساعد ونعلي دخل المزارع ونقلل برضو الاسعار للشركات. حلو جدا. وصلنا النهارده ايوه كنت لسه هقول لك لقيت ايه، وصلت لحد فين بالظبط؟ وصلنا النهارده بقينا شغالين في 11 محافظه في مصر ما شاء الله. وعندنا مخازن في العبور، وعندنا يعني شغالين بقى مع عملاء في كل فنادق في الغردقه وشرم وفي وكذا سوبر ماركت وكذا مستشفى وكذا مدرسه. بس طيب كويس. لا مش بس، لسه الكلام هيطول حبه. قول لي يا عمر دلوقتي عملتوا تقييم للشركه وحجمها وحجم اعمالها؟ قيمه الشركه دلوقتي اصبح فيها رقم ملموس؟ يعني تقدر تقول لي قيمه الشركه بتاعتنا دلوقتي كذا؟ اقدر اقول لك ان احنا على مدار ال3 سنين اللي فاتوا دول عرفنا نجذب استثمارات بحوالي 2 مليون دولار. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طب كل ده انتوا بتشتغلوا عليه من 2019، ايه اللي شفتوه في مصر مبشر للدرجه دي يخليك تيجي من انجلترا بعد ما اتخرجت واشتغلت شويه، لا ده انا هاجي اعمل الشركه في مصر؟ تمام، هقول لحضرتك. قول لي. اول حاجه مجال الزراعه. حلو. انت في مصر يعني الزراعه من اكبر حاجات هنا، مجال فعلا كبير قوي ولسه التكنولوجيا ما دخلتش جامد قوي فيه، ففي فرصه كبيره قوي ان انت تعمل فعلا حاجه تفرق في حياه الناس. تمام؟ حلو. تاني حاجه هي ان شفنا مصر ماشيه في انهي اتجاه، ماشيه يعني زي ما حضرتك شفت ممكن النهارده في الافتتاح فعلا مصر رقميه، احنا ماشيين في الطريق ده. فكل حاجه بقت فعلا شغالين بتكنولوجيا، عايزين يحسنوا في موضوع التواصل والتواصل ما بين الناس والشركات والتكنولوجيا، فدي حاجه فعلا احنا عارفين ان فرصتنا ان احنا نخش ونعمل حاجه تفيد بلدنا.
كويس قوي. طب عندي سؤال يا عمر، ده ليا انا للاستفاده الشخصيه، انت كنت في جامعه ايه في انجلترا؟ جامعه باث، هي حوالي باث ساعه كده بره لندن دي بالظبط. مدينه جميله، من احسن المدينة، حلوه قوي. مدينه تحفه سياحيه عظيمه كمان. بالظبط. انت كانت مده دراستك كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين وبعدين بالظبط. بتاخد سنه زياده اظن، مش كده؟ 3 سنين هي، وبعد كده اشتغلت سنه، وبعد كده بقى رجعت. هايل. قول لي، عايز انترنت بلا حدود ولا لا؟ نعم. عايز انترنت بلا حدود زي الهاشتاج ولا لا؟ طبعا. فعلا عايز فعلا انترنت بلا حدود. ها يعني بص، ها اتفضل. ولا قول لي، عايز ليه انترنت بلا حدود؟ ما بص حضرتك، الانترنت يعني طبعا، في ناس طبعا بتشوف ان هي ممكن تكون غيرت حياتنا بطريقه مش كويسه قوي، ولكن احنا فعلا لو شفنا الفرص العمل ابتدت عشان الانترنت، شفنا حياه الناس بقت اسهل بطريقه ازاي عشان الانترنت، اللي ممكن ما كانش يقدر يروح شغل ويسافر وينزل كل يوم من بيته بقى عارف يشتغل من البيت ويجتهد، ففعلا غيرت حياتنا يعني. طيب كويس. طب لو اقول لك انترنت بلا حدود هيبقى غالي شويتين عن الاسعار اللي موجوده والمتاحه دلوقتي، موافق؟ بصراحة يعني انا شايف ان هي فعلا الفوائد اللي هتيجي منها هتبقى اعلى بكتير يعني من الاسعار اللي احنا هنضطر ان احنا ندفعها، بس هي فعلا هتغير حياة الناس. هتبقى تغير حياه الناس للدرجه دي؟ عشان انت حضرتك زي ما قلت لك برضه، انت لو شفت فعلا ناس غيرت حياتها من ناحية يعني، انت بقى عندك ناس في محافظات بره القاهرة ما كانتش تقدر ان هي توصل لمجتمعات هنا او توصل لشركات هنا او توصل ان هي تقدر تشتغل في شركات موجوده في امريكا وبره مصر، ففعلا دي غيرت حياه الناس يعني. وكل ما الانترنت اتحسن، كل ما انت عرفت تتواصل مع الناس بطريقه افضل، كل ما انت عرفت تزود فرص العمل. عمر أنا مبسوط وفخور بيك جدا، عقبال ما أشوف ابني زيك كده حقيقي يعني. والله انا المبسوط. شكرا. ابني بيحلم يدرس تكنولوجيا، فعشان كده كنت عمال بسألك وأنت كنت في جامعة إيه بقى يا عمر وبتاع، فأنا يعني بستفيد كويس. بشكل شخصي. لا ربنا معاك ان شاء الله. هبقى انا والله ابعتهولكوا في مبسوط الشركة جدا بقى تدربوه والله. عندكم. يا ريت. والله لسه اقول لحضرتك، اتكلم معاه في اي وقت برضه هجيبهولك، يجي بس بص يشتغل. بقى لا تأخذك بيه شفقة ولا رحمة أرجوك، عايز الواد يتعصر كده وينشف. لا تمام. تمام. حبيبي أشكرك يا عمر، ألف الله. ألف ألف شكر، كل الفرحة بيك والله من قلبي، كل الفخر إن في عندنا رجالة زي الفل زيك. عمر عمارة أحد مبدعينا في مصر، نورتنا وشرفتنا وفرحتنا يا عمر.